السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامج أحلامنا الجميلة. حلقة اليوم تتكلم على رمز من الرموز العظيمة جدا في الرؤى والأحلام. ما هي الرموز التي تبين وتعرف بأن ربنا يرضى على هذا العبد؟ العبد ده أنا كويس ولا مش كويس؟ هناك علامات كثيرة جدا متعددة تحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن نتكلم منها على سبيل المثال. من ضمن الحاجات دي والعلامات والرموز التي تبين على حب الله للعبد رؤية الأنبياء. من أول آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد، وطبعا أعظم رؤية وأجمل رؤية عندما يرى الإنسان في منامه رسول الله، فقد رأى الخير كله ورأى الكمال كله ورأى النور كله. فرؤية الأنبياء حق لا كذب، وما ينطبق على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام قيل ينطبق على سائر الأنبياء. يعني رؤية الأنبياء ليس فيها كذب وليس فيها ريب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فرؤية الأنبياء تبين على رضا الله للعبد. في بعض واحد والله يكلمني، واحد واحدة تكلمني تقول لي أنا رأيت في منامي سيدنا يوسف، سيدنا عيسى، مرة تشوف سيدنا إدريس، مرة تشاهد سيدنا يعقوب بمختلف الأنبياء والمرسلين. واحد يقول لي أنا لازم دائما دائما أرى في منامي لسنوات عديدة أشوف في منام النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نادية. تحياتي لحضرتك ووقفة البرنامج والأستاذ المحترم اللي رد علي على التليفون. ربنا يبارك لك وطول في عمرك إن شاء الله، وهو مشكورك برضه بيقول لك يعني جزاك الله خيرا. الله يخليك، ليا بس حلمين عند حضرتك. اتفضلي. اتفضلي تأمري أمر. الله يخليك. اختي حلمت ان في واحده اسمها سعديه معاها، كانت معاها في الشغل يعني. تمام. راحت لها البيت وجابت لها جلاش. تمام. وقالت لها جبت البسبوسه؟ قالت لها لا، اصل انا مشيت من شارع ثاني. قالت لها خلاص انا هجيب لك البسبوسه خلاص. ده الحلم الاولاني حضرتك. راحه وسعاده ورزق طيب جميل حلال مبارك مبارك لاختك والله اعلم. طب اقول الحلم الثاني حضرتك؟ اتفضلي اتفضلي. طب اختي ركبت الميكروباص، وبعدين اختي ركبت الميكروباص، وبعدين لقيت ابن اخوها طلع ومعاه زمايله، دخلوا وقعدوا ايه في الميكروباص يعني، هو بس في الاخر ورا. تمام. فهي بصت عليه وقالت له انت نمت ولا ايه؟ قال لها لا انا صاحي. قالت له طب ما تدفعش انا هدفع لك. وبعدين لقيت واحد اداها، حط قدامها طبق سمك وهي مدت ايديها وكلت منه. تمام. واشكرك. تمرين امر يا استاذه ناديه. اولا هذا الحلم ما فيهوش غير رؤية السمك فقط لا غير. السمك دي من الأشياء الطيبة، بدل على تحقيق الأماني والأحلام لأختك، ونوع من أنواع الرزق أيضا لها. أسأل الله أن يحفظك ويحفظ أختك والله أعلم. اتفضل يا أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الرحمن. تحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج وتحياتي لأسرة القناة جميعا. ربنا يبارك لك وطول في عمرك حبيبي الغالي. إن شاء الله بإذن الله حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهدت نفسي في المنام ماشي ورايح لأرض زراعية. تمام. وقربت للأرض الزراعية ومشيت في وسطيها. نعم. وبعدين الأرض مخضرة ومنبتة، ولقيت فيها في وسطيها واقف شاب اسمه علاء. تمام. اعرفه بس ما دارش بيني وبينه كلام. نعم. وبعدين كملت المشوار، ففي ناس بعيده كده عن بعد
تقريبا بيرشوا حاجه يعني للزراعه، حاجه زي مبيد بس عن بعد. تمام. مشيت في الارض الزراعيه اللي انا فيها، وبعدين لقيت في جزء صغير كده مرتفع قفص من فوقيه. تمام. فالسور ده قفصت من فوقيه بهمه، نزلت لقيت في مجموعه بيتريضوا كانهم مجموعه فريق رياضي. تمام. وفي فرد واقف من الجيش. تمام. فوقفت اتكلمت معاه وانا ما اعرفوش شخصيا، فوقفت اتكلمت دار بيني وبينه حوار، وبعدين بسال عن حاجه معينه، فلقيت ان المجموعه اللي بتتريض دي بكلمهم، وطلعت لهم ورقه من جيبي فقالوا اه دي عندنا. سبتهم وكملت، لقيت نفسي داخل مكان عملي، لقيت المكتب اللي انا فيه فيه زميله اسمها هدى، وبعدين لقيت برطمان كبير ازاز يشبه البرميل. تمام. بس ازاز ممتلئ بالزيتون الاخضر مخلل بس متشرح كله. نعم. بدون بذور. فقلت الله، هو ده دخل ازاي المكتب بالحجم الكبير ده، وهي هدى هتاخده ازاي من الزكاه ده بتاعها وهي ماشيه. المهم خرجت من المكتب لقيت زميل اسمه مصطفى، وبعدين في دفتر موجود قدام منه، فقمت بالتوقيع باسمي في الدفتر، وجزا الله حضرتك عننا جميعا كل الخير. تمرنا امر. اولا الموضوع في اخر رؤيا هدى ده هدايه لك، وربنا هيغفر لك الذنوب والاثام. كلمه مصطفى، ربنا اصطفاك وربنا كرمك وقهرك واعطاك كثير من النعم. في اول الرؤيا موضوع الزرع، موضوع الارض الاول، الارض دول انك انت انسان متواضع، عندك صفه التواضع ليس الكبر او الرياء. موضوع الزرع لذلك انت انسان من منبع طيب ومن معدن طيب، انسان اصيل، انسان عندك الفطره. موضوع واحد من الجيش وما شابه ذلك، ربنا سيؤيدك بالحق، وربنا سيحفظك وسيصونك وسيرعاك، والله اعلم. استاذه هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هبه. لو سمحت يا شيخ، مرات اخويا كانت حلمت بامي، هي متوفيه. تمام. ان هي قاعده معاهم، واثنين من اخواتي قاعدين معاها، لابسه جلابيه جديده وكلها ورد كده، وادتهم بلح رطب، فبتدي ادتهم بلح كانوا قاعدين ياكلوا فيه، وادت لمرات اخويا تقريبا نص كيس كده بلح رطب، قالت لها خدي وطلعي، وبعدين رجعت خدت منها ثلاث بلحات وعنتهم في جيبتها. فمرات اخويا بتقول لها ما انت اللي مديه لنا، انت رجعت تمت فيه بهزار وكده، مش انت اللي مديه لنا؟ رجعت خدت ثلاث بلحات وعنتهم في جيبتها. وبعدين بتقول لها، بصت لاختي وبتقول لها انت استخسرت فيها ال 50 جنيه بتاعت الكاراتيه، فبتقول لها طلعت فلوس على اساس تجيب لها كاراتيه، مفكره ان امي اللي عايزه، مرات اخويا يعني، طلعت تجيب لها. قالت لها لا، اللي فهمته ان هي عايزه تبعت كاراتيه وشيبسي وكده لبنت اختي دي اللي هي بتكلمها يعني وكده، فبتقول لها استخسرت فيها ال 50 جنيه بتاعت الكاراتيه وكده. دوا المنام يبين ان الام في راحة وفي سعادة وفي نعيم وفي الجنة، تمتع عند رب العالمين، وربنا وضع امك في مكان من اعظم الاماكن، واللي كانوا موجودين في الرؤية دي رزق طيب جميل حلال لهم ان ربنا حديهم يعني خير. ولكن موضوع ان هي ما تاخد بعض التمر من هؤلاء الناس، ان احتمال هو في مشاكل معهم، او هم يعانوا من نكد، أو يعاني من هم أو غم أو أشياء معينة لهم في الحياة، والله أعلم. اتفضل يا أم يوسف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي حلمين صغيرين خالص. تأمري أمر يا أم يوسف. الله يخليك. أنا حلمت إني أنا في شارع بيت أبويا، وفي واحد اسمه أحمد رمضان، فجاي الجهاز بتاع الفرح بتاع عروسته، فجايبين عربيات كتير مع الأساس إن هو أصلا متجوز. ففي العربية مسكنا في الجنة ملايا أنا وأختي سحر، ففتحناها فلقيت فيها ثلاث هدوم داخليين بتوع ستات، فقلت لها أده بصي ده الهدوم ده فيها هدوم ستات، قلت لي طب بس عشان ما حدش يزعج فينا، وكنا فرحانين خالص. بس كده هو ده الحلم. هو المنام يعنيك أنت ولا يعني غيرك، دي مناسبة سعيدة لك في الأيام القادمة، والله أعلم. إن شاء الله. الحلم الثاني إن أنا رحت بصيت لبنت عمي ياسمينة، لقيتها ماسكة بلالين كتير، فعجبوني البلالين خالص، فسبتها ومشيت، لقيت أختي برضه ماسكة بلالين كتير، هي وقاعدة هي وعمتي، فقلت لها ده البلالين دي حلوة خالص أنا عايزة زيها، قالت لي إدي حد يشتري لك، فطلعت فلوس حديد كتير معايا، وإديت لواحد اسمه إسلام جنيه ونص، وكانت النص جنيه
عجباني ومش عايزه اديها له انها جديده خالص، بس اديته نص جنيه لي وجنيه جيب لي بيه بلالين بس كده الحلو. ده راحه وسعاده وسرور لك. موضوع البلالين موضوع اسلام، انت انسانه مسالمه ما تحبيش الخلافات او تحبين المشاكل، لان في ناس بتحب اصلا سبحان الله، في ناس اصلا طول حياتها نكديه تحب النكد. اسال الله ان ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك والله اعلم. اتفضل يا استاذ عماد. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ احبك بالله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه حبيبي الغالي. ربنا يكرمك. حضرتك معاك عماد من المنصوره يا باشا. اهلا بيك واهل المنصوره الكرام. ربنا يكرمك ويجعل سعادتك طيب. صحة وسلامة، اتفضل يا عماد. سعادتك انا شفت رؤية سعادتك واحد لابس ابيض فاضية، تمام؟ تمام. وبشاور بايده كده بصبعه كده على واحد متكفن ميت لابس ابيض فاضية. بيقول سيدنا ابراهيم ابو الانبياء اهو، شاور له عليه كده. بس. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء شاور له عليه بايده كده بصبعه. تمام. اه خلاص. انت ما تصل تفسير الرؤية بيه. انت ما تصلي يا اخي عماد. ايوه. انت ما تصلي ما تصلي. بس الحمد لله انا كنت كده من فتره زي ما كنت مش ملتزم بالاول يعني، فالحمد لله كنت سنه متقطعه، فالحمد لله بنتي متقطعه على طول. تمام. او انت ما تعاني من تعب ولا حاجه؟ عندك مرض ولا حاجه؟ بتقول ايه بقى؟ ما تعاني من تعب؟ تعاني من تعب؟ لا يا بيه لا. اسال الله ان ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك. ربنا يكرمك يا شيخ، انت تصير رؤيه يا بيه. هفسره لك، اسمعنا من التلفزيون يا عماد. نفصل لعماد الاول بقى ناخد ناديه. هي كلمتين يدل ان عماد يعني في بعض الامور معاك مش مظبطه يا عماد. لما تشوف سيدنا ابراهيم عليه السلام ميت في امور معاك ميته، في امور معاك غير صحيه، انت في امور معاك تحتاج لتعديل وتوجيه، في امور معاك فيها النقصان يا عماد والله اعلم. تفضل يا ناديه. ناديه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حلمت وغنيني يا شيخ. اتفضل يا ناديه. انا حلمت ان انا كنت نايمه وبعدين فتحت عيني لقيت امي الله يرحمها قاعده جنبي عليها رحمه الله. فقلتها قلت لها هو انت لسه صاحيه؟ روحي نامي. ده الحلم الاولاني حضرتك. قول الرؤيه الثانيه. طيب الرؤيه الثانيه لاختي، هي دخلت محل بتاع واحد اسمه ناصر وخدت عيش، خدت ست رغيفة كبار. تمام. بس كده حضرتك. هي الرؤية الأولى تدل أن هناك أجر وثواب وصل إلى أمك في قبرها. الرؤية الثانية فيها رسالتين، موضوع ناصر وموضوع العيش. ناصر أختك ربنا حينصرها على الأعداء والحاقدين. موضوع العيش يبين على العيش الطيبة الجميلة العظيمة لها في الأيام القادمة. والله أعلم. اتفضلي يا أم مصطفى. السلام عليكم يا شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم مصطفى. والله في رؤيتين قال لهم جوزي وهقولهم لك. اتفضلي قول الرؤيه الاولى يا ام مصطفى، لو كانت قصيره هقول لك قول الثانيه. لا قصيري ان شاء الله. ان شاء الله اتفضلي. اول رؤيه هو حلم جوز عمته، هو مع جوز عمته متوفى. تمام. هو في الحقيقه عندنا قهوه، هو خش القهوه مشى الناس كلها من على القهوه وخد حاجه منها ومشي. ده اول حلم. لا دقيقه واحده، اللي ميت خد حاجه من القهوه؟ اخذ حاجه ومشي، وبعد ما مشى الناس من القهوه. لا هو زوجك هيعاني من اشكال في القهوه، بس مش هتخصه هو، يعني هو كجسد حيكون سليم. يعني مثلا ممكن تجيله الضرايب مثلا في اثنين الشاكل وفي القهوه هيبقى اشكال خفيف مش ثقيل يعني. هو في الحقيقه في الاشكال مع الولاد. خلاص يبقى تحققت المنام. والرؤيه الثانيه. اتفضلي. الرؤيه الثانيه حلم في حته بعيده كده في اسكندريه، بس بعيده في خناقه، وهو في الخناقه وابويا متوفي في نفس الخناقه، فشاف ابويا جلبيتهم فيها دم، وبعد كده هو سحب جوزي سحب نفسه من الخناقه ومشي، قابل واحد بيقول له انت كنت في الخناقه؟ قال له لا. قال مشيت لما لقيت بحر قدامي فيه سمك ياما، اخذت شويه اصطدتهم، وقال انا هاخد دول واحط بعض، قال لي وقعدت ادور على مواصله عشان اركب، وقال لي صحيت على كده. ده يدل ان زوجك يعاني من هموم كثيره في الحياه. فعلا هي مشاكل مع الاولاد. اسال الله ان ربنا يفرج عنه الهم ويسر له الامر. امين. اوصيه بس خليه يتقرب من ربنا شويه كده. والله بيصلي والله. لا ما هي مش حكايه الصلاه، ما في واحد والصلاه طبعا مهمه جدا، في واحد بغض النظر عنكم انتم، واحد ميصلي ولكن اكل حق المواريث.
واحد بيصلي ولكن مقصر في صله الرحم، واحد بيصلي ويضرب ابوه ويضرب امه. ايوه ما هو الصلاه مش هو الصلاه طبعا حاجه اساسيه، والصلاه عماد الدين، ولكن هناك اشياء مكملات الصلاه. ما في واحد بيصلي ومسب الدين، وقيس على هذا المنوال هناك امور في حياه زوجك تحتاج الى تمحيص. اسال الله جل وعلا له الهدايه والله اعلم. اتفضلي يا حنان، اهلا بك وباهل البحيره. عليك. عليكم السلام. معايا رؤيتين صغيرين يا شيخ ابراهيم بالله عليك. نعم؟ رؤيتين صغيرين بس. يعني ما هو كلهم يقول رؤيتين من بدري يا حنان، هقول لك انت لا يا حنان، اتفضلي قولي ثلاث رؤيات يا حنان. انا حلمت خير لما تعرف خير ان انا واقفه في دكتور جاي يعطيني نظاره متغطيه بقماشه خضراء زي بتوع المستشفى كده. تمام. وعاطيني معاها 13، بيقول خد ربنا يعوض عليكم. وانا ليا اخ اسمه زكريا بس متوفي في الحقيقه، بس ان هو كان في المنام تعبان في المستشفى، والاخر قلت يعوض علينا ده يبقى مات. وامي متوفيه حقيقي برضه، امي قاعده في المنام ساكته، بقول هي امي قاعده ساكته لا هي ما بتصوتش ولا بتتكلم ليه، انا اروح انا احضر الدفنه واجي. لقيت صوت اختي بيصوت من بعيد، قلت طب انا ماشي راح احضر الدفن، هاتوا لي شبشبي، جابوا لي الشبشبي العادي بتاع البيت ده لابسه ومشي، والاخر رجعت قلت لا اما اصلي لو دخلت صليت وراجعه جايه البس شبشبي مش لاقيه، وقفت ادور عليه كده ووقفت ما مشيتش، بس صليت الاول قبل ما امشي. يا حنان. نعم. انت ما تسال نفسك بعض الاحيان ما تقول انك انت حظك قليل في الحياه. ايوه يا شيخ. ما انت حظك ما انت حظك في الحديد يا حنان، اسال الله ان ربنا يجعل حظك جميل. طب الرؤية الثانية يا شيخ اخلص يا حنان عشان ما انساش يا حنان، خليكي معايا على الهواء. انت تعانين من كرب وتعانين من ازمة وتعانين من ضائقة، ولكن موضوع الصلاة دي رسالة من ربنا انك انت تكوني قريبة من ربنا، لان موضوع انك انت مش لاقية الشبشب انت بعيدة عن ربنا يا حنان. لابد ان كنت قريبة بالصلاة والاستغفار والصلاة على خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام. هي الناس ليه تعبانة؟ لان بعيدة عن ربنا، وهتكلم عن الموضوع ده بعد الرؤية التانية يا حنان. اتفضلي معانا حنان ولا مشت؟ لا انا معاك يا شيخة. اتفضلي قول الرؤية التانية. معايا جزمتين، واحدة بني وواحدة سمرة، البنة على جدي والسمرة واسعة عليا شوية، بس انا لابسة السمرة الواسعة. امي بتقول لي البس على البن الشراب، قلت لها البن على جدي، انا هلبس الشراب على الجزمة اللي هي واسعة عليا دي، وتنيت لابساها ما جلحتهاش. انت زوجك معاك يا حنان؟ لا انا انسه. انت انسه؟ اي. اتخطبت قبل كده؟ نعم. اتخطبت قبل ذلك؟ بس ما تمتش الخطوبه. ما هو الصندل الواسع ده يا حنان. نعم. الصندل الواسع اللي انت لبستيه ده يا حنان. بس ما جلحتش، وقلت هلبس عليه شراب واحط له فرش عشان لما تلبس عليه 60 شراب مش هينفع يا حنان، لان كله عيوب يا حنان. فانت تقول الحمد لله انه راح من وشك، لانك انت موجوده حاليا افضل ما كنت بقيت بعيلين ثلاثه وطلقت يا حنان. طب كلمه صغيره بالله عليك يا شيخ، واحد كلمه صغيره يا حنان، تواصلي معانا يا حنان. قلت كلمه صغيره واحده بس. اتفضلي. النهارده يا شيخ حلمت ان انا لابسه لمؤاخذه قميص نوم احمر، وفي النص في ركامه سمراء، وببص في المرايه وامي بتقول انت خسيت وهتخسي لسه كمان، بس امي متوفاه في الحقيقه. ده ربنا هيجمل لك الامور وهيزين لك الامور في الايام القادمه يا حنان. والله اعلم. اتفضلي يا أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا أمة الله. انا معايا رؤيه يعني تتكرر معايا على طول. اتفضلي. انا حلمت اني انا كنت قاعده في غرفه النوم يعني، ورحت لقيت ستاره يعني ايه بترف كده زي حاجه يعني مش كويسه فيها. تمام. بس بعد كده رحت خفت يعني، وبقيت اقرا آية الكرسي. بعد كده راح النور طفى. تمام. وقبل كده الحلم ده الاول يعني. قبل كده حلم برضه يا حنان. حنان. يا أمة الله. عفوا عفوا يا أمة الله، حنان كانت قبليكي. يا أمة الله. أنت حاسة إن في حاجة في حياتك غير طبيعية يا أمة الله؟ أيوه أنا تعبانة والله، بعاني من بس خلاص كده خلاص، قول الرؤية الثانية يا حنان. الرؤية الثانية برضك حلمت
في اثنين يعني جو دخلوا بيتنا وبيلعوش في الدولاب، بيفتش يعني في الدولاب بيلعوش على حاجة. لا بعد كده رحت حنان، ايوه شيخ، بالراحة على مهلك وتكلمي على مهلك وانت متأنية، وضح كلامك. خلاص ماشي، تفضلي. نحلمت اني في اثنين يعني ستات جو عندية، تمام، ودخلوا جوا فوق النوم يعني ويفتشوا يعني في الدولاب زي عايزين فلوس حاجة زي كده، تمام. ورحت بعد كده رحت قفلت الدولاب يعني ظهري كده، قلت لهم، رحت فجأة ما لقيتهمش، تمام. رحت قلت أكيد دخلوا في الدولاب يعني مش عارفة، اختفوا على طول. رحت قافلة الدولاب ورحت قلت لهم، قلت يعني هشوف هيطلعوا ولا ايه دون. وبعد كده رحت ايه جبت حاجة مسكتني يعني ومش عارفة اتحرك خالص، تمام. بعد كده رحت قلت لهم والله لو سبتوني هدوكم هديكم الفلوس اللي عايزينها يعني. بس بعد كده قبل ما يردوا علي يعني رحت افتكرت جيت أقرأ آية الكرسي برضه، وأول ما جيت أقرأها يعني إيه حاسة لساني تقيل فيها شوية بشوية يعني لساني خف، وبعد ما خلصت لقيت الحاجة دي سبقني يعني آية الكرسي دي على طول بتتكرر معايا إن أنا بحلم يعني بقرأها وكده، إني بلقى حاجة مش كويسة في البيت. أركز معايا كده، أي شيخ خليكي معايا معايا إنتي وكل المشاهدين، حافظي على 5 حاجات بالليل وبالنهار. أول حاجة تقرأي الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، حافظي عليهم في الصباح والمساء والله أعلم. لأنك أنت تعاني من أذى شديد جدا، تعاني من أذى شديد جدا والله أعلم. اتفضل يا محمد، اهلا بيك وباهل الجيزه الكرام. اهلا بيك، اهلا بيك شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي. والله حضرتك انا اول امبارح كده حلمت في خيل جخل عليا وعايزه تضربني، وهو احسن واحد فيهم اللي عايز يضربني والباقي كله جخل هاجم عليا. تمام. انت متزوج؟ لا. ربنا يحمنا عليك بالزواج، وحجيم مولود حيكون عصبي شوية يعني نرفوز. أسأل الله إن ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك، وإن ربنا يحقق لك الأمان والأحلام، ويمن الله عليك بالزوجة الصالحة. فاصل ونواصل معكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم بعد الفاصل مع الرموز التي تبين على حب الله للعبد في علم الرؤى والأحلام. تكلمنا على رؤية الأنبياء، كذلك رؤية الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رؤية القرآن الكريم. كل هذه رموز تبين على حب الله للعبد. اتفضلي يا زينب. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة. انا حلمت ان جدتي المتوفية سلمت عليا وقالت ربنا يعوض عليكي. تمام. ودخلت البيت تبعنا يعني ولقيت شجرة تين وشجرة نبع وقعدت اخذ من الارض واكل. انت متزوجة يا زينب؟ لا. وفي خير عداكي في الايام الماضية، في خير لم يكن لك فيه نصيب، بس ربنا ما يبشرك في المنام يقول لك لا، ده الخير اللي عداك سيأتي إليك، وإن ربنا هيجعل لك من بعد العسر يسر. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يفتح لك أبواب وطرق الخير يا زينب، والله أعلم. اتفضلي يا أستاذة هالة. هالة وطي التلفزيون يا هالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون لو سمحت يا شيخ. وطي التلفزيون يا هالة. أنا بيجي على التلفزيون أصلا. اتفضلي. حلمت إن عمة ماما وركاها مقطوع وركاها اليمين مقطوع، تمام، وعمتي إدتني كلوب منور، تمام. كنت زمان ده؟ أيوة عارف الكلوب يا ستي وعشنا عليه. إدتهوني
تمام. وكان في مسابقة داخلينها صاحبة أنا وصرفتي على على غسالات، هي كسبت غسالة أوتوماتيك وأنا ما كسبتهاش. ما كسبتهاش؟ هي كسبت غسالة، معناتها إيه؟ أولا موضوع عمتك دي هي تعاني من نكد أو خلافات أو مشاكل أو تعب أو مرض أو شيء من هذا القبيل. هي ست كبيرة مسنة يعني 90 سنة يعني. تعاني من حالة صحية. موضوع الكلوب ربنا حملنا عليك بالطاعة لله رب العالمين. موضوع انك انت ما كسبتيش المسابقة ده في خير لم يكن لك فيه نصيب، او حظك في الدنيا قليل، او اصلا تعاني انت من ازمة مادية او ضائقة مادية، فقول الحمد لله. اتفضل يا هالة. اتفضل يا عبد الله. معلش يا عبد الله. السلام عليكم. المخرم يتأسف لك يا عبد الله. اتفضل حبيبي. ولا يهمك يا شيخ ابراهيم، جزاك الله خير انت وهم. اتفضل. بقول لحضرتك، رايت ان انا في امتحان والملائكه بتمتحني وبتقول لي اذكر ايه تصف لنا الجنه، فقرات عليهم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقهم من ثمرات كل هذا الذي رزقنا من قبل وطبي متشابه ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. يا عبد الله. نعم. أهدي من ضمن المنامات التي تبين يا عبد الله بأن الله يرضى عنك رضاء طيب ورضاء جميل وعظيم جدا. الله يكرمك يا شيخ. وإن ربنا من عليك بحسن الأخلاق وحسن السلوك. والله يا شيخ إبراهيم أنا بخلط عمل صالح بآخر سيء، يعني أنا مش مستقيم 100% يعني. يا عبد الله فيش حد مستقيم 100%. نحن كلنا ذنوب وكلنا آثام، ولكن استنى يا عم الشيخ علي، استنى لحظة معايا شوية يا عم الشيخ المخري. ربنا أعلم بالنيات والله أعلم بالقلوب. ربنا أعلم إذا كان قلبك كويس أو مش كويس، فربنا جاب لك المنام ده، أنت إنسان محترم جدا بكل المقاييس والله أعلم. اتفضل يا هبة. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أفصل الحلم ده. اتفضل يا هبة. هي واحدة صاحبتي هي اللي حلمتها، تمام؟ نعم. هي حلمت اللي أنا وهي كنا واقفين على الصراط، وكان في ناس كتيرة جدا واقفين معانا، وكان في راجل كثيف هو اللي واقف قدامنا بالعصاية وشاور عليا أنا وهي وقال لنا ما تقلقوش الصوت مسموعة، وهي نتفضل سكة عليكم في سورة البقرة وقيام الليل فلا تعلم نفس ما أخفى لها من عين. قرة عين. نعم. أيوة معانا؟ أيوة مع حضرتك. كملي. يا ريت توطي التلفزيون اللي عندك ده. حضرتك كده سامعني؟ اتفضلي كملي. بس هو الحلم خلص لحد كده. ده يدل دليل رسالة من ربنا، ربنا بيقول لك كده في المنام إنك أنت تقرأي سورة البقرة أو تستمع إلى سورة البقرة كاملة وتقيم الليل، تكسري من الاستغفار من الصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام لعلة ولحكمة لا يعلمه إلا علام الغيوب. هذه الآية التي ذكرتها ربنا حيغير مجرى حياتك تغيير كامل طيب جميل عظيم للأحسن والأفضل والأجمل لك في الأيام القادمة. اتفضل يا أم ملك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي حلم يا حضرة الشيخ. تأمر أمر يا أم ملك. حلمت إن أنا رحت عند بيت رحت بيت بنت عمي. نعم. ورحت لقيت عندها فرح بس أنا ما كنتش عارفي. تمام. لقيتها هي بس لوحدها وما فيش أي سماع عندها ولا أي صوت، وأكنه ما عندهاش فرح بس في فرح في البيت. بس بعد كده هي لقيتها حاطة حلة على البوتاجاز وفيها فراخ بيغلي بس مفرتن في دي حتة ماسكة نفسها والباقي كده حلة مفرتن. يا أم ملك. نعم. أنت ما تعاني من بعض المشاكل في الحياة والتعب؟ أيوة. ما هي الحنة لما أنت وهي موجودة على البوتاجاز، لأن الحنة مش محطاها على البوتاجاز، فأنت تعاني من بعض المشاكل أو النكد أو التعب أو المرض أو قيسي على هذا المنوال. أسأل الله إن ربنا يفرج عنك الهم ويصل لك الأمر يا أم ملك والله أعلم. اتفضلي يا أستاذة هالة. معلش يا أستاذة أمة الله. اتفضلي يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله يا أمة الله تمام.
انا حلمت من شهر كده يا عم الشيخ ان كان شعري حلو في الحلم وطويل واسود تمام وسايح يعني، فقص نصه، قصيت نصه فزعلت وقلت ده حركبه تاني، فمش عارفة ايه الحلم ده وبحلم على طول يعني. دقيقة مثلا دقيقة انا مخنوقة دقيقة دقيقة خليكي معايا وبراحتك. انت بعض الاحيان ممكن تأذي نفسك بفكر معين او برأي معين، انت ممكن تكوني في مجلس من المجالس وتحب تعبري على رأيك ولكن التعبير دائما ما يخونك، ممكن تقولي كلام بحسن النية وصفاء القلب ولكن كلامك متفهم غلط. سمعاني؟ اه سمعاني. كلامنا صحيح ولا غير صحيح؟ اه سمعاني. تفضلي قول الرؤية التانية. هو في فعلا حصل. تفضلي قول الرؤية التانية. وأحلمت برضو من فترة إن أنا زي ما أكون مخنوقة وبموت يعني، عايزة أصحى ومش عارفة أصحى. أنت كارهة الحياة ولا بتحبي الحياة؟ نعم. كارهة الحياة؟ والله حباها عشان عيالي وكده، بس أنا مرة يعني. أنت بتمر بابتلاءات عظيمة. لا على كل حاجة. أنت بتمر بابتلاءات. معايا؟ آه. بس كده. أسأل الله إن ربنا يحفظك ويحفظ أولادك. اتفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي حلمين، أول حلم اللي أنا حلمت اللي أنا بركع في دم. لا أنا بالراحة وارفع الصوت بتاعك. أيوة، أنا حلمت يا شيخ أول حلم اللي أنا حلمت برجع في دم. ما ترضع إيه دم؟ برجع في دم. بترجعي دم؟ تمام. وتاني حلم انا حلمت ان انا عندي كورونا والناس خايفه مني وقعدت احكي لهم على التوحيد وابكي. يعني في الاولى ما ترجعي دم وفي الثانيه عندك كورونا؟ عندي كورونا والناس خايفه مني وتجري في الشارع، واقول لهم يا ناس دي حاجه بتاعت ربنا، وقعدت احكي لهم على التوحيد وقعدت احكي لهم على ربنا وعلى الموت. انت قريبه من ربنا؟ الحمد لله. بس قربك لربنا في ناس مش عاجبها. بس انا عندي تعب على طول وصحي يعني. ايش؟ عندي تعب على طول وبحلم احلم وحش على طول. ما هو موضوع الكورونا اللي شفتها في الثاني برضه وموضوع الدم، اسال الله ان ربنا يصلح لك الامور، بس في ناس اصلا بطبيعه الحال لا يعجبها العجب. والله الصيام في رجب. انت حالك مش عاجب بعض من الناس اللي هم الجماعه المنافقين والعياذ بالله. والله يا جماعة الواحد مقابل حاجات في الحياة، حاجات تشيب العقول. الإنسان لما يكون عنده صفة الأخلاق وصفة السلوك، إنسان محترم مش تمشي حد، يكون هذا الناس والله العظيم والله ما تتضايق مني وتنرفز مني. إنما الإنسان اللي هو قليل الأدب اللي مش محترم اللي منه ألفاظ يعني بذيئة، الناس تحترمه وتديله تعظيم سلام. من معنا؟ اتفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا عندي رؤيه لامي بعد وفاه امي بشهور بسيطه كده. عليها رحمه الله. الله يرحمها ويرحم امواتنا جميعا. شفتها هي توفت على 85 عام يعني. ما تقولش حياه حقيقيه على امك، يعني يقول الرؤيه على طول. اه فشفتها لابسه ابيض وراكبه فوق قطار معدي انا شايفه. تمام. وشاورت لي وشاورت لها قلت لها انزلي يا امي انزلي هنا، جايت لي السواق اما السواق يقف. تمام. نزلت بعديها بشويه وكانت هي راكبه هي يعني فوق القطار مش داخله، هي واختي معايا، يمكن اختي يعني موجوده على قيد الحياه. فكان في نفسي اعرف ان يعني تعديتها وهي واختي لابسه ابيض ووقفت بعديها كده ونزلنا اتقابلنا يعني. تمام. دي الرؤية الأولى يعني. ده يدل دي يدل إن أمك في أجر وفي ثواب عظيم جدا وصل إليها كالبرق. وهذا الأجر وهذا الثواب لا يعلم مقداره إلا علام الغيوب. اللهم صل على النبي، اللهم صل. وطي التلفزيون وقول الرؤية الثانية بتاعتك. طيب حاضر. الرؤية الثانية إنها إدت حل لزوجتي في رؤية تانية. تمام.
وفيها بعض من الخيرات يعني المستوية مثلا من الدكورة بطة أو غيره، فيها يعني طيرة أو اتنين كده، وبتقول لها ادي للصبيان فلان وفلان اللي هم أخواتي ادي لهم ياكلوا، خد يا فلانة ادي لهم ياكلوا. خدت منها الحاجة وادت لإخواتي اتنين تلاتة بالاسم يعني، وقالت لهم حطت قدامه وقالت لا كلوا، أمي بتقول لكم خدوا كلوا الحاجة دي. هي الزوجة حامل؟ كانت يعني لا، ما يعني ربنا اراد انها جابت بنت وخلاص، والحمد لله على كده لسه ربنا ما رزقناش يعني. لا ده هتحمل تاني، بس احتمال كبير جدا تجيب بنت. معايا عبد الله؟ يا رب يا رب يا عم شيخ ابراهيم حبيبي، عشان انا مسلم عليك في الحصري ده شيء مع حضرتك، عشان انا من يوم ما سلمت عليك في الحصري ما شفتكش تاني. ده ما عشان المساجد قفلوها حاليا، والواحد يعني مرتب. لا ما انا عارف قاعد فتره مقفوله يا حاج علي، المساجد فتحوها تقريبا من 15 او 20 يوم. ايوه فعلا فعلا. يعني قاعد فتره حبيب. حوالي 3 شهور المساجد مغلقه. ربنا يكرمك، ولكن ربنا فتحها على 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 مصر وعلى العالم كله ان شاء الله. انا حاسك سؤال ولا انت مش معايا؟ انا كنت في نفسي اسالك سؤال. اتفضل. مع حضرتك في نفسي اسالك سؤال قبل ما تقفل بالله عليك. اتفضل حبيبي. انا كنت بر بيها جدا وقريب لقلبها جدا وقريب لحضنها وابرها بالفاكهه والاكل، والاكل المستوي اشيله لازم اوديه، رغم انها كانت قاعده مع اخ ليا من اخواتي، لازم اخد الاكل واشيله واروح لحدها اصحاها من النوم اوكلها بايدي. هتجده في اولادك ان شاء الله. وهل البر وقرب ليها يعني ممكن يعود عليا ان شاء الله؟ ده مش ممكن، ده اكيد 100%. انت لو قرات في سوره الكهف وقصه سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر، موضوع الغلام وموضوع الكنز، وطبعا قصه طويله جميله عظيمه في القران الكريم. بعد كده في الاخر سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى عليه السلام: وكان ابوهما صالحا. بصلاح الاباء الله جل وعلا ينفع الابناء. يا عبد الله، يا ابو عبد الله معاك حبيبي، معاك والله. انت ما تنتظر ميراث ولا حاجه؟ لا 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 لا، ده لله سبحانه وتعالى عشان برها. لا انا مش بتكلم على بر الام في الحقيقه، انتم تنتظرون ميراث؟ لا لا نهائيا. تمام، في خير سياتي اليكم من حيث لا يعلم أحد ومن حيث لا يدري أحد، وسيكون لك نصيب ولزوجتك وإلى جميع الأخوة، لأن الأم قالت للزوجة وزعي على زوجات الأخوات أو على الأخوات الأخوة. اتفضلي يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخ أنا وطي التلفزيون يا أم علي لو سمحتي. عندي رؤيتين عاوزه اقولهم لك يا حضرتك. اتفضلي. انا حلمت حلم في رمضان. نعم. ان انا يعني بعد ما صليت يعني صيام الليل وقريت القران ختمته مرتين، مره ليا ومره لجدتي وام ابويا الله يرحمها يعني. تمام. وبعد كده دعيت ربنا يعني انا وببكي ان انا ست بسيطه في الجراء يعني، قلت له يعني مش قديش محمد رسول الله، قلت له يا رب سامحني لو انا يعني تهتهت في القران وكده. يا ام علي، ام علي. نعم. خش في المنام على طول يا ام علي. نعم حاضر. وبعد كده ماشي، وبعد كده نمت يعني صليت الفجر ونمت، صليت حلمت ان انا رايحه فرح وماشيه في طابور كده يعني، ناس ماشيه داخله في طابور، لقيت الشارع ده ضلمه يعني، لقيت واحد قاعد على المكتب بس مش باين غير وشه، ووشه ده طالع نور منه، وبعد كده ايه بيجي يرش للناس في ايديهم كحول ولبسهم جوانتات. انا اخر الطابور رحت له قلت له انت هترشي لي كحول وتلبسني جوانت زي الناس اللي فاتت قبلي؟ قال لي لا انت هلبسك حاجه ثانيه. لبسني ختمين، واحد في صباعي الصغير وواحد في صباعي الرابع، بس نور نور طالع من الختمين، وانا فرحانه من النور اللي طالع من الختمين اللي لبسوني. ده ربنا هيبشرك بشرى طيبه جميله عظيمه يا ام علي، وربنا سيعطيك حتى يرضيك وسيعطيك من الخير عظيم. يا ام علي،
ايوه معاك. ما انا بقول لك وقت التلفزيون يا ام علي، انت مش سامعاني ولا ايه؟ وقت التلفزيون يا ام علي. معاك سامعاك يا فضيله الشيخ. قول الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه ان انا امبارح حلمت برضو بعد ما فضيت قيام الليل ونمت، حلمت ان انا قاعده انا وجوزي على الكرسي وفي ورق وقع من فوق من السماء، هو اتلفى ورقه يعني زي شنطه كده، فتحها لقي مفرش لونه فضي، بقول له الله المفرش ده مرسوم حلو هنفرشه على العيد. قال لي بصي بصي الورق اللي هو نازل عليكي، برضو لقيت اربع ورقات كده فتحتهم، برضو لقيت نفس المفرش والورقه من بره لونها ذهبي زي لون الذهب. وبعد كده صحيت. ده ربنا هيرتب لك امور في حياتك يا ام علي ترتيبا طيبا جميلا عظيما، والواضح من المنام انك انت والزوج ربنا من عليكما بصفه او صفات طيبه جميله عظيمه. والله اعلم يا ام علي. اتفضلي ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام عبد الله. وقت التلفزيون يا ام عبد الله. لو سمحت يا شيخ اتصل حضرتك بس على كم حلم كده. على كم حلم ولا حلم؟ لا ثلاثة معلش، هما اللي بيت على طب ده. انت طماع قوي. قول اول رؤية بعد كده الثاني، بس لو كانت قصيرة هقول لك قولي الثلاثة. ماشي حضرتك معلش، انا على طول احلم ان هو القيامة بتقوم وانا بجري وعلى طول اقول لا اله الا الله لا اله الا الله. سيحفظك الله من الفتن وسيمن الله عليك بالتوحيد الخالص لله. التوحيد الخالص لله ربنا هيحفظك من البدع والخرافات والاباطيل ومن امور الشعوذة. قول الرؤية الثانية. معلش يا شيخ، وعلى طول احلم في الاحلام اللي انا بموت وبقول لا اله الا الله، اخر حاجه في حياتي بقول لا اله الا الله. ده عمرك طويل. طب معلش الرؤيه الثانيه انا دلوقتي. الثالثه دي. لا الاولى معلش، الثانيه معلش. لا دي الثالثه اللي هتقوليها دي. معلش الثانيه معلش. على طول احلم ان انا بدور على ولد عيل ضايع ليا. اقوم من النوم معزوعه واقول للعيال فين اخوكم فين اخوكم، من اول عيل دلوقتي انا معايا اربعه. ما انت الظاهر جايبه من النوم فعلا، لان بقول لك الرؤيه الثالثه اللي انت هتقوليها تقولي الثانيه، قلت رؤيتين انت ودي الثالثه. موضوع العيل التايه التوهان في المنام ده عظيم جدا، وافضل توهان انسان لما يتوه في الحرم او في اي مسجد من المساجد او في كنيسه او في مكان من اماكن العباده. التوهان للابن ان الابن هيكون متنقل سيذهب للبلاد والعباد، هيكون له شأن طيب وشأن جميل. والله اعلم. انتظرونا يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.